يعني دعنا نسأل، لماذا يريد مردوك الاستحواذ على شركة تايم وارنر؟ أعتقد أن هناك أسبابا مختلفة لذلك، والسبب الأهم هو أنه يريد تقوية شركته من خلال الدمج بين الأصول الخاصة بالتلفزيون مع تايم وارنر، فهذا الأمر سيقوي موقعه ليس في أمريكا فقط وإنما في أنحاء العالم، كما تحدث البيان الصحفي عن توفير بمليار دولار في التكاليف، وهذا الأمر يعني عمليات ترشيد تمكن الشركة من العمل بصورة أفضل. كما أن السيد ميردوك قد وصل إلى مرحلة من حياته يبحث عن صفقة كبيرة قبل أن يتقاعد ويقدم الشركة إلى الجيل التالي في العائلة. وأخيرا هناك التأثيرات الناجمة عن المنافسة، فهناك عمليات استحواذ كبيرة جارية بين كومكاست وتايم وارنر كيبل وبين AT&T ودايركت تي في، وهذه شركات توزيع، وبالنسبة لشركات مثل فوكس هي بحاجة إلى التفاوض مع هذه الشركات من أجل نقل محطاتها، وبالتالي هذا الأمر يقلل من قدراتها التفاوضية مع شركات التوزيع هذه. طيب سيد تيم، هل يبدو لك منطقيا أن تقوم شركة تايم وارنر برفض عرض استحواذ قيمته 80 مليار دولار؟ ليس الأمر رفضا مطلقا، صحيح أن العرض قد رفض كما قيل الأمر في اجتماع غداء في شهر يونيو حزيران، ولكن يبدو أن فوكس ستعود، وبالتالي الأمر لا زال مفتوحا، وأي شخص في قطاع الأعمال عادة يتم الحديث عن رفض العرض الأول لتحسين العرض، فالأمر عبارة عن تفاوض وليس رفضا نهائيا. ما هي الخطة التي قد يتجه إليها ميردوك لطبعا الاستحواذ على شركة تايم وارنر حتى تنول أو تنال قبول شركة تايم وارنر؟ أعتقد أن المفاوضات سوف تتواصل، فالمساهمون في تايم وارنر يريدون المزيد من الأموال ويريدون سعرا أفضل، وأحد الأمور الأساسية وحجم القدرة التصويتية المطروحة، ربما يريدون كلمة أكبر في إدارة التوجهات الاستراتيجية للشركة الجديدة، ولكن الأمر الأساسي سيكون القيمة الأفضل بالنسبة للأصول التي ستشتريها فوكس. طيب إذا ما تمت هذه الصفقة سيد تيم، كيف سيكون تأثيرها على قطاع الإعلام العالمي بالأخص الإنتاج السينمائي وأيضا البث التلفزيوني؟ سيكون التأثير كبيرا جدا، فإذا نظرنا إلى صناعة الترفيه والأفلام في الشركتين هناك الكثير من التكرار، فهما يعملان في القطاع ذاته وينتجون الأفلام ويوزعونها عبر التلفزيونات وصالات سينما في العالم، وهناك الكثير من التكرار في العمل بين الشركتين، وبالتالي سيكون هناك عمليات ترشيد مؤلمة في حال تخفيض تلك العمليات. وربما إذا نظرنا إلى قطاع البث، هناك فوكس لديها شبكة فوكس في أمريكا، وورنر براذرز ليس لديها شبكة بث، هم يملكون 50% من سي دبليو، وبالنسبة للأقنية هناك شيء من التكامل. اتش بي او هي شركة أو تلفزيون للأفلام، وفوكس لا تعمل في هذا المجال، لديها برنامج في الرياضة أو تلفزيونات في الرياضة، وبالتالي هما يتكاملان. تايم وارنر لديها شبكات لبرامج الأطفال، أما فوكس فلديها أقنية للتاريخ الطبيعي. إذن هناك الكثير من التناسب بين الشركتين في هذا المجال، وواحد ربما من التبعات الأساسية هو موضوع HBO، وهي قنية أو قناة مدفوعة إلى جانب سكاي نيوز، فHBO لديها صفقة مع سكاي نيوز لتقديم المحتوى في ألمانيا وإيطاليا، وبالتالي الاندماج سيؤدي إلى قوة كبيرة لهذه الشركة المشتركة.
العرض الذي تقدم به ميردوك استبعد أو حيد محطة التلفزيون CNN، لماذا؟ وأيضا ماذا سيحصل أو ما مصير هذه الشركة أو هذه القناة العملاقة؟ كيف سيكون مصيرها إذا ما تمت هذه الصفقة؟ طبعا قيل عن أن جزء من الصفقة يقوم على أن يتعين علي الشركة بيع CNN. طبعا فوكس لديها فوكس للأخبار. بالنسبة لCNN لن يكون التأثير عظيما جدا، ربما لأنها كانت قناة مستقلة وكان جزء من تايم وورنر و قبل سنوات، وبالتالي هي قناة دولية ذات سمعة كبيرة، وإما ستعمل بصورة مستقلة أو ستباع إلى مجموعة أخرى ربما. نعم سيد تيم ويسكوت كبير محللي شؤون تلفزيون في IHS، شكرا جزيلا.